انا عايز اشارككم التجربه بتاعتي ايه مع الفيديوهات. انا عملت فيديوهات بس ما بطلعش فيها، ما يعني ما فيش الجرأة تطلع قدام الكاميرا، ما فيش المعدات يعني اللي تستخدمها. بعدين لقيت الناس بيقول لك لا عادي ينفع تستخدم الموبايل، ما فيش مشاكل، وفي طرق كده تقدر تعمل بيها في البيت. الساعة 4 الفجر وخلاص يعني عايز اعمل فيديو، يعني عندي فكره كده كويسه وقلت اعملها. فلقيت بيقول لك لا تعرف تعمل حامل بكل بساطه، هوريه لكم في اخر الفيديو. هو حامل، هي مقاشه يعني وراكب فيها ايه. الراجل جاب البتاعه دي عشان اختصر، وقال لك ايه، انت هتقص كده من هنا كده ومن هنا كده ومش عارف تعمل ايه وبتاع، وبعدين ايه تحط فيها الموبايل. فجيت دورتها بتاعت شامبو، كان فيها شويه صغيرين تحت كده، مش مشكله نقلتهم في اي حاجه بسيطه دي عادي يعني مفيش مشاكل، يعني خسائر بسيطه دي. اقص بايه طيب؟ بدأت أخش كده إيه على المطبخ كده أدور على الأسلحة اللي موجودة عندنا. فلقيت الأول سكينة، خفت عليها إيه، خفت تبوظ، حاسب أنا عليها. سكينة 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 عشان ما نقعدش نطول، سكينة برضه، بس كل السكاكين دي أنا خايف حاجة منهم إيه تقلش وتبوظ. وبعدين دي سكاكين أهو، سكاكين سكاكين سكاكين، كل ده مش هينفع. لا احنا عايزين مقص بقى. الراجل ايه كان شغال بمقص كده، جيت اجيب مقص لقيت ايه المقص ده ايه، انا مش فاهم له بصراحه، وشكله حاجه فخمه كده، معرفش بيقصوا بيه الحديد ولا بيعملوا بيه ايه. فقلت لا خليه بدل ما ازعل، وانا اللي ازعل في الاخر. لقيت المقص ده برضو شكله كويس كده، وايه يعني غالي يعني، ولا يعني هيبقى الزعل الركب ولا هيبقى الزعل عامل ازاي معرفش. ولقيت ده، عمال بدور على اي حاجه نص كم كده استخدمها، لقيت المقص ده. معرفش ده بقى بيستخدموه في ايه بصراحه، يعني ده تقريبا بيقصوا بيه شعر او بيحطوا خمسه جنب بعضهم كده وتك تك بيحلقوا لهم مره واحده، بينجزوا، ما بيعملوا حاجات كتير. لقيت دي، معرفش دي بيستخدموها ايه، فتح الدماغ مثلا، ولا لما حد بيزعلهم في حاجه مثلا يعمل اي حاجه تزعلهم. طبعا دي مش هتنفع، احطها هتخرب الدنيا، هي هتجيب مرة واحدة بس بدقتين هتتكسر، مش نافع برضو الكلام ده. خفت بصراحة يعني لما شفت دول برضو ايه خفت. دي بقى موجودة ليه بقى؟ معرفش، تقريبا والله اعلم موجودة عشان اللي بيبوظ المقص بيدخل المطبخ ويستخدم حاجة مش بتاعته ويبوظ المقص. تقريبا الأسلحة دي كلها كده عشان يبقى في تغيير يعني. فأنا بصراحة إيه يعني، أنا ما خفتش يعني، بس لقيت دي كمان في المطبخ، أستيكة تمسح الجريمة أو كده معرفش، بس معرفتش أنا أمسح بيها، معرفش هما بيستخدموها إزاي يعني. الجريمة دي عمال أحاول أمسح فيها مش نافع، ومش عارف ألزقه. أنتوا تدوني النصيحة هنعمل إيه يعني، أنط من الرابع ولا؟ وبعدين باين إن في شياكة في الشغل يعني، يعني ده بيليسوا بيه الاول ولا ايه معرفش. انا كل ده كان كوم بصراحه، واكتر حاجه رعبتني في الدنيا دي اول ما لقيت دي قلت لا انت كده ما تبيتش الليله دي في البيت، انت كده تاخد بعضك وتطلع على اي حته النهارده، يا اما ده اعمل فيه اي حاجه، اخده عينه في جيبي، اتهمها في الواد عمر، اقول اقوم انا اصحيهم دلوقتي كده الساعه بقت 4:30 5 الا ربع، ادخل انا كده واصحى يا عمر اللي انت عملته ده، وسب انا كده وبتاع. هو طبعا هيلاقيني بزعق، معرفش بقى هيقعد يقول لي مش انا ولا هيخاف مني ولا ايه. المهم انا عملت الحامل بتاع الفيديو وعملت الفيديو اهو، بس انا بصراحه مش عارف اختمه بايه يعني. عايز اقول لكم ادعوا لاخوكم، يا تقولوا لي انا اعمل ايه في القصه دي قبل ما يصحوا. النهار بدا يطلع والناس قربت تصحى. ربنا يستر. اخبيه فين بقى من مش عارف ده؟ مش عارف اقول لكم سلام عليكم في فيديوهات تانية جاية ولا مفيش. هو لا، هي مش هتنفع سلام عليكم، احنا ممكن نقل سيد سابو نافع ونقول اتمسوا بنعيم الله، انتوا اتمسوا بنعيم الله، انا اتمسى برحمة الله ان شاء الله يعني، اتمسى برحمة الله. او يطلع بقى اسلام فوزي يقول لك حاسب ويجيب المقص ده كده وهو بيتكسر ويقول حاسب بقى. عشان انا بحب اسمع منه بصراحة. بس يا جماعة انصحونا نعمل ايه في القصة دي؟ معرفش، انا كان عندي فكرة فيديو ان شاء الله هعرف اعملها يعني، احاول اعملها ورا الفيديو ده عشان ايه محدش ضامن اللي هيحصل.
طبعا دي في الغالب ده هيبقى الكفن يعني، والله اعلم يعني. هو كده خير ختام للفيديو اللي كنت ناوي اظهر في ايدي. الحمد لله ظهرت ايدي اهو، بدأت تطلع حاجة. معرفش في حاجة تانية هتطلع ولا لا. هو هنا يعني اكتر حاجة منطقية الواحد يقول هاي وبعدها يقول باي وخلص على كده بقى. كان في واحد هيعمل فيديوهات. والفكرة بكل بساطة اهي 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 قصيت مقشة حلوة، وده الوطن. حطيت المنديل كده عشان يعني التليفون ما يتجرحش، ولا وعشان يبقى محشور كويس ما يتهزش، وكنت مستخدمه في الكرسي ده. ومايل بقى زي ما انا عايز اميل بقى براحتي بقى، مش عايز اميل يمين اميل شمال. حلو، يبقوا ادعوا لي بقى يعني، انتوا يبقوا اللي زي حالاتي كده لسه بيبدأ يبقى يدعي لي، وما يستخدمش مقصات، يروح يجيب صفيحة منشار كده من عند عمه بتاع الحديد والبويات. المنشيل دي عشان تبقى مسمار، ربطها بمسمار في الخشب. هو اغلب الناس كانوا مستخدمين دي، هي مش فكرتي يعني ولا حاجة، طبعا ماليش دعوة بالفكرة خالص. ويا ريتني ما شفت الفيديوهات، كنت صبرت لبكرة وجبت الحام العادي. وقولي لي اعمل ايه في المقص يعني، هو ده دوركم يعني الرجاله البعضيه يا جدعان، احنا جنب المطبخ محدش فينا بيعرف يعمل حاجه، عشان اصل البتاعه دي انا طويل شويه مش هيكفيني الكفن ده يعني.